السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة عن كفر الشيخ وحكايتها مع الفسيخ، وحنعرف تاريخ منطقة كفر الشيخ مع اليونان، وأهم محلات الفسيخ في كفر الشيخ، وليه كفر الشيخ سموها بالاسم ده. يلا نعرف التفاصيل. كفر الشيخ فيها محلات كتيرة للفسيخ، كفر الشيخ فيها مدن كتيرة مشهورة بصناعة الفسيخ، الأسماك المملحة والسردين. عد معاي: دسوق، فوى، سيدي سالم، مطوبس، الحمول، كل دول مدن متخصصة في إنتاج الفسيخ. ومحافظة كفر الشيخ لوحدها تنتج 1,000,000 طن سمك مملح سنويا، منها 500,000 أثناء الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم. ودايما في كلمة مميزة تسمعها في كفر الشيخ: اللي مكلش فسيخ من كفر الشيخ يبقى مكلش. ايه حكاية مطوبس وهي من مدن كفر الشيخ مع اليونان، وايه التاريخ بتاعها؟ اولا، اهل اليونان عاشوا مع المصريين في كفر الشيخ في عصر الأسرة 26 الفرعونية من زمن بعيد. مجموعة من البحارة اليونانيين راحوا شمال الدلتا وعاشوا في كفر الشيخ. ونجد أيضا في العصر الإسلامي كان في منطقة مطوبس سكنها المسلمون العرب الفاتحون، واشتغلوا في الصيد والتجارة والزراعة. وفي أواخر العصر المملوكي وأوائل العصر العثماني سكنها الأندلسيين. لماذا سكنها أهل الأندلس؟ لأن كان لما سقطت الدولة الأندلسية على يد الأوروبيين، الملكة إليزابيث وفرناندو طردوا المسلمين، فنجد ان حاكم مصر وقتها من المماليك الاشرف قدباي كان بيرسل سفن عشان تجيب المسلمين المطرودين من الاندلس ويعيشوا في مصر. فعاشوا في كفر الشيخ في مطوبس. وفي اكلات كتيره مشهوره في كفر الشيخ زي الكسكسي، ودي من اكل اهل الاندلس. ونجد ايضا في اسامي عائلات مشهوره لحد دلوقتي، عائله الحمراوي. الحمراوي دي جايه من قصر الحبراء، وهو ده من القصور الفخمه اللي بناها اهل الاندلس، حكام الاندلس عاشوا فيها. وفي عصر الاندلس انشاوا الجامع الكبير في مطوبس، ويعرف بمسجد سيدي عامر، وكان في اسواق كثيرة لبيع المنتجات وحوانيت للحرفيين، دكاكين. وكان هناك عدة أسواق: سوق العصر يقام بعد كل صلاة عصر، وسوق أسبوعي، يعني كان في حركة تجارية متميزة كثيفة في منطقة شمال غرب الدلتا في مطوبس. دلوقتي هنقول لكم أهم محلات الفسيخ في مطوبس. فسخاني وسط البلد، فسخاني السكري، فسخاني القلماوي، فسخاني الطحان. يلا نعرف اراء الناس في محلات الفسيخ في مطوبس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الجوجل والفيسبوك، تقدروا تعرفوا معلومات اكتر. فسخاني وسط البلد الناس بتقول عليه الفسيخ بتاعه زبدة، الاسعار ممتازة ليست مرتفعة، المعاملة أيضا ممتازة. فسخاني السكري الناس مبسوطة منه، تطلق عليه نمبر 1، يعني رقم 1 متميز. الأسماك طازجة طازجة،
الخدمة متميزة. وفي الآخر لازم نعرف هي كفر الشيخ لماذا سميت بكفر الشيخ. كفر الشيخ يعني المكان اللي فيه شيخ، في قبر شيخ. أن مين الشيخ ده؟ هو الشيخ طلحة ابن سعيد التلمساني، أصله مغربي، مدفون في كفر الشيخ. دي من ضمن الروايات اللي بتقول كفر الشيخ، يعني في واحد شيخ مشهور مدفون فيه في منطقة كفر الشيخ، وهو الشيخ طلحة ابن سعيد التلمساني. اللي عنده آراء تانية وتعليقات تانية يشاركنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.